سعد كابتن سمير متولي طبعا محمود اتصاب لفتره، كلين كابتن سعد سمير كان لسه معانا على التليفون وان شاء الله يعني ان يرجع شاء الله يا قريب. رب. ياسر برضو اكتر من مره اتصاب مره وكورونا مرة، يعني بالظبط. الدنيا ايه بالنسبه لكم؟ يعني انا عارف انك انت يعني هكلمك يعني على خط الدفاع ككل مش بس على رامي تمام. ربيعه، الدنيا ازاي شايفها؟ لا يعني الموضوع زي ما حضرتك قلت الموضوع صعب، ده دليل ان انت مركز في الموسم قوي واللعيبه مجهده. يعني انا الاصابه اللي جات لي اجهاد ان تراكم الماتشات وتلاحم الماتشات ورا بعض. ثلاث ايام كل بالظبط، ثلاث وانا ايام ما ماتش. ريحتش. يعني هو الراجل كان مستر فايلر طبعا عامل خطه كده ان اللعيبه تريح، يعني ده يلعب ماتش وده يلعب ماتش وده يلعب ماتش، بحيث ان الماتشات كلها يبقى اللعيبه كلها جاهزه وقريبه من بعض. فانا يعني الماتش اللي هو قال لي هريح فيه كان ماتش الاتحاد، كنا خلاص يعني احنا قايلين من القاهره ان انا هلعب ماتش الاسماعيلي، ومن ماتش الاسماعيلي هيلعب بعديها ماتش الاتحاد هيلعب ياسر اوكي وايمن، وانت بحيث تريح. ان انا لاعب ماتشات كانت ثلاث ماتشات ورا بعض. فحصل ظروف لياسر طبعا، جاله كورونا، فيعني جاله كورونا قبل الماتش بيوم. فالراجل طبعا وانا على الفطار لقيته بيقول لي انت الماتش جاي هتلعب، فبقول انت قلت لي هتريح، فانا ما اعرفش خالص ان ياسر جاله كورونا. يعني اللي كان على الفطار لسه ما تقابلناش او لسه ما فيش حد اي اتكلم، فقال لي لا ياسر جاله كورونا، فافتكرته بيهزر ويعني، فقلت له لا لا انا مش عايز العب الماتش ده، فريحني احسن. فالحمد لله، فبس جالي شد خفيف في العضله الخلفيه والحمد لله نزلت. يعني كنت ممكن العب الماتش المقصه، بس هو فضل يريحني. يعني مطمنا عليك انت دلوقتي، الدنيا بالنسبه لك ايه؟ لا الحمد لله دلوقتي الامور دلوقتي كويسه. جالي شد بس من الدرجه الاولى، يعني في ماتش الاتحاد زي ما قلت لحضرتك عشان الاجهاد اللي حصل، وكنت متواجد في ماتش المقص عادي، بس الراجل فضل ان هو يريحني بحيث ان انا الماتش الجاي هبقى موجود ان شاء الله. طب اتكلم على رامي شويه، اللعيبه يعني بالنسبه لك انت بدايه، ان انا عارف انك